إذانا بقدوم موسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، بدأت الفرق التطوعية بتجهيز نفسها بإقامة الدورات التدريبية للإسعافات الأولية التي تسهم كثيرا في دعم الصحة في كربلاء، خصوصا ما يتوقع العديد بزخم هذه الزيارة. دائما بالزيارة نسوي مفارز طبية لخدمة أبا عبد الله الحسين، زوار أبا عبد الله الحسين. فالطلاب هسه حاليا احنا هاي قبل الزيارة نجيب الطلاب أو أي شخص يريد يتعلم نهيئهم حتى شنو يشتغلون ويانا بالزيارة للخدمة. التعليم والتدريب من أجل المساهمة بدعم الملاكات الصحية التابعة لدوائر الصحة الرسمية لاستقبال الزائرين تتوزع لفرق صغيرة وتنتشر في أزقة المدينة ومفترقات الطرق، ليتم إسناد الواقع الصحي بأياد شابة تعمل معهم طيلة هذه الزيارة. أقامت هذه الورشة بتدريبنا للمفارز الطبية، لمساعدة مفارز الصحة ومفارز الهلال الأحمر، تقديم دعم لهم خلال فترة الزيارة للأعداد الهائلة من الزوار اللي راح نستقبلها بصورة مستمرة من دخولهم إلى نهاية الزيارة الأربعينية إن شاء الله. قياس الضغط وفحص السكري وزرق الأبر وما يتعلق بالإسعافات الأولية كان على عاتق هؤلاء الشباب، خصوصا بعد استقرار الوضع الصحي والأمني. فمن المتوقع أن تكون زيارة الأربعين لهذه السنة أكثر عددا من السنوات السابقة، والجميع يستعد لهذا الحدث المليوني. تعلمنا البيسك ميديكال سيرفيسز، الخدمات الطبية الأساسية مثل قياس ضغط الدم، قياس نسبة السكري في الدم، إضافة إلى سحب الدم، تركيب الكينولة، إضافة إلى الإسعافات الأولية والقراءات السريرية للمريض. وبعون الله راح نكون فرقتنا التطوعية داعمين للمؤسسة الصحية في كربلاء، فراح نقدم خدماتنا الطبية التطوعية وراح تكون مجانية إن شاء الله لزائري أبا عبد الله الحسين. هكذا يتم دعم وإسناد الملاكات الصحية في محافظة كربلاء من شبابها لتقديم الأفضل وإسنادهم في استقبال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، لتكون حافزا وداعما لشبابها. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.